بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فسوف نجيب بمشيئة الله تبارك وتعالى على بعض الأسئلة، ونعتذر إلى الأخوة الذين لن نتمكن من الإجابة على أسئلتهم، وعسى أن يكون ذلك في موضع أو مواضع أخرى، والله تبارك وتعالى ولي التوفيق. نعم. كيف تعدد النيات؟ على كل حال، عندما أقول النية هي النية القلبية، وأما التلفظ باللسان فهذا مما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا عن أحد من صحابته رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وإنما استحسنه من استحسنه من أهل العلم، ورأى بعض العلم بأن ذلك ليس من الأمور المستحسنة، لأنه لو كان حسنا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو وبما أنه لم يثبت عنه فلا ينبغي الإتيان به. ومن القواعد المعلومة بأن كل شيء كان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، لم يأتي به صلى الله عليه وسلم، فالإتيان به بعد ذلك يعد من البدع. لكن طبعا لا يقال بأنه من البدع المحرمة أو ما شابه ذلك، وإنما يقال بأنه لا ينبغي الإتيان به، بل ينبغي الاقتصار على ما جاء عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. النية هي أولا ينوي الإنسان أن يرضي ربه تبارك وتعالى، وأن ينفذ أمره تبارك وتعالى، ولا شك بأنه يلقى الثواب من عند الله تبارك وتعالى، والله أعلم. نعم. 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 على كل حال، إذا ورد دليل مطلق في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه ينبغي البحث هل يوجد هنالك مقيد له في الكتاب أو في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وجد هنالك دليل يقيد ذلك الإطلاق الذي جاء في الدليل المطلق، فإنه يبحث فيه هل هو صالح لتقييد ذلك أو لا، يبحث فيه من حيث دلالة، من حيث ثبوته ومن حيث دلالته. فإن كان صحيحا ثابتا وكان صالحا للتقييد، فإنه لا يجوز الأخذ بالإطلاق، بل لابد من الأخذ بالدليل المقيد. أما إن لم يوجد هنالك دليل أصلا، أو وجد ولكنه لا يصلح للتقييد، فإنه يؤخذ بالمطلق على إطلاقه، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم. حقيقة لا أسمع ماذا يقول. ما هو الضابط الذي من خلاله يمكن أن نفرق بين القضايا والمسائل، بينها مسائل رأي ومسائل؟ كل مسألة ورد فيها دليل قاطع من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم المتواترة عنه، أي كانت دلالة ذلك النص على ذلك المعنى من باب دلالة النص التي لا تحتمل احتمالا آخر، فهذا من المسائل القطعية. أما إذا كان النص من حيث ثبوته ظنيا بأن كان من أخبار الأحاد، أو كان
متواتر أو كان من الكتاب أو متواتر السنة، ولكن دلالته على مدلوله ظنية بأن كان الدليل عاما، فهذا من المسائل الظنية. فهمت؟ نعم نعم. نعم، من كان لديه عليه قضاء صلوات إذا كانت كثيرة كان يأتي بسنة الفجر وبالوتر ويشتغل بقضاء الصلوات التي عليه، إلا إذا كانت قليلة جدا بحيث إنه يتمكن من الإتيان بها في يوم أو ما شابه ذلك فالأمر يسير. نعم. إلى آخره إلى آخره. هل يترتب على هذا الثمرات؟ أي نعم، تترتب على ذلك بعض الثمرات ولكنها قليلة. والشيخ رحمه الله ذكر في شرح الجامع ما يقتضي بأن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، ذكره عند حديث مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فيؤخذ من كلامه هناك بأنه أمر بذلك، وهذا هو الصواب أن الأمر بالأمر أمر بذلك الشيء. نعم. نعم. على كل حال علينا أن نبحث، أما الأحاديث المتصلة فهي صحيحة ولا كلام في ذلك، والبقية الباقية علينا أن نبحث عن أسانيدها وما ثبت منها يكون ثابتا، لكن يحتاج الأمر إلى شيء من التأني والبحث والتمحيص. نعم. يسأل عالم عصره عن الصحيح الراجح لديه ويعمل بذلك، هذا إن تمكن من ذلك. نعم نعم تفضل. كيف؟ على كل حال ليس لدينا دليل هنالك يعين هذا المقدار، لكن على كل حال ينبغي للإنسان أن يبتعد ويأخذ بالأمر الواضح الجلي حتى لا يقع في مخالفة. نعم. ما هو الراجح عندكم في النهي؟ في؟ ما هو الراجح عندكم في النهي؟ هل على أساس النهي أم لا؟ نعم، إذا كان النهي عن ذات ذلك الشيء أو عن أمر ملازم له بحيث لا ينفك عنه فهو يدل على الفساد، أما إن كان عن أمر أو أما إن كان بخلاف ذلك فإنه لا يدل على الفساد. فإذا كان النهي مصبا على الشيء نفسه أو على جزء أو صفة ملازمة له فهو يدل على فساد المنهي عنه. لا، على كل حال ينظر في معنى ذلك، تارة يعتبر العالم هذا بخلاف الأصل، وتارة لا يعتبره لا يعتبر ذلك الأمر من هذا الباب، وعلينا على كل حال نحن أن نحكم الأدلة الشرعية، فما وجدنا الدليل يدل عليه علينا أن نأخذ به، سواء سمي بهذا الاعتبار أو بهذا المسمى أو بذاك، لأن نظرات العلماء تختلف، فبعض العلماء يحاول أن يجد ما أمرا يبني عليه ذلك وإن كان في ذلك ما فيه،
والحاصل الحجة والفيصل هو البرهان هو الدليل الشرعي. فإذا كان ثابتا نقول على السمع نقول على العين والرأس سواء علمنا العلة التي شرع ذلك الحكم من أجلها أو لم نعلم ذلك، لأننا نسلم بأن هنالك بعض الأمور التي لا نعقل لها علة وهنالك بعض الأمور التي نعقل لها علة، فعلينا أن نسمع ونطيع وناخذ بما وجدنا الدليل يدل عليه ولا نلتفت إلى خلاف ذلك. نترك آراء العقلانيين الذين يبحث الذين يحكمون عقولهم القاصرة، وكل ما لم تفقهه عقولهم أو لم يصل إلى عقولهم نبذوه ولو كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا العبرة الدليل، هل هو صحيح أو ليس بصحيح، جعله هو العلة، ليس العلة ولكن تفعل من أجل ذلك الدليل. نعم، وعليكم السلام. حديث صحيح. الشاب كده أحد الشباب حقيقة لم أفهم السؤال بعد. يعني شخص اقترض مال لكي يتزوج. نعم. فهل استطاع أن ذهب في هذا الحال؟ إذا اقترض والمدة طويلة يمكن أن يؤدي ذلك القرض الذي عليه، هذا مستطيع، ولكن ليس ذلك بأمر متحتم عليه أن يتزوج في ذلك الوقت. لكن إذا خاف على نفسه من الوقوع في المحظور والعياذ بالله ففي هذه الحالة لابد من الزواج، فهو قادر. نعم. بعد ماذا؟ بعد الذنب، بعد الميت. هل يشرع قراءة؟ لا 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 تشرع قراءة الفاتحة بعد دفن الميت، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والناس كانوا يموتون ويصلي عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يثبت عنه بأنه أمر ولا أنه فعل ذلك. وعلينا أن نلتزم بالسنة الثابتة صلوات الله وسلامه على صاحبها. السلام. وعليكم السلام. وما الداعي إلى تعليق هذه الصور في وما الداعي إلى تعليق هذه الصور في جدران البيت؟ نعم؟ لا 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 ينبغي لأحد أن يعلق صور، لا فائدة من ذلك. نحن الآن نقول لا ينبغي بغض النظر عن الحكم والتفصيل والإطالة في ذلك. نعم. إذا كان قد صلى وأدى تلك الصلاة أي انتهى منها فلا تخلو تلك الجماعة، إما أن تكون الجماعة الأصلية وإما أن تكون جماعة ثانية أو ثالثة وهكذا. فإن كانت الجماعة هي الجماعة الأصلية فيصلي معهم نافلة، أما إن كانت جماعة ثانية أو ثالثة وهكذا فهو بالخيار، إن شاء أن يصلي فليصلي وإن شاء أن يترك فليترك، إلا في الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها فلا يصلي فيها. نعم يصلي مع الجماعة الأصلية، لأنه إن روي جالسا ظن به السوء، وأما إن كان قد صلت الجماعة الأصلية فالناس يحتملون له بأنه قد صلى مع الجماعة الأولى، أما إن كان لا يزال في صلاته بعد لم ينتهي من صلاته فليقطع صلاته وليصلي مع الجماعة، والله أعلم. فضيلة الشيخ، كيف نفع من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قول لا يغتسل الرجل في بطن المرأة ولا في المرأة في بطن الرجل مع
الله أعلم. هذه المسألة اختلف العلماء فيها، والذي ذهب إليه قطب الأئمة ونور الدين السالمي رضوان الله عليهما بأن الحديث الذي فيه النهي محمول على المرأة الأجنبية، أي أن لو اغتسلت منه امرأة أجنبية فلا يغتسل الرجل منه، والله أعلم. وعليكم السلام. نعم، إذا تاب وأناب ورجع إلى الله تبارك وتعالى فتقبل شهادته ويتولى، والله أعلم. على كل حال هذه بحق التوبة. نعم، يختلف أو تختلف الأحوال. أما مذهب الصحابي من حيث العموم يقال ليس بحجة، لكن إذا قال الصحابي قولا لا يمكن إلا أن يكون قد أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فها هنا قوله حجة، وليس في الواقع القول هو الحجة، وإنما يعتبر هذا من باب المرفوع حكما، وإن كان ظاهره الوقف، ظاهره من حيث الإسناد الوقف، ولكنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما، فهذا يؤخذ به. كذلك إذا قال الصحابي قولا ولم أشاع ذلك القول وذاع، ولم يعلم له مخالف من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض العلماء يقول بأن هذا حجة. أما مجرد مذهب صحابي هكذا، يكون الصحابي الفلاني قال كذا والصحابي الفلاني قال كذا، فهذا ليس بحجة. أنت قريب، اترك هذا. على قول العقاد في رمضان صلاة من صلى خلف إمام يمرض وهو عار بذلك، فكيف يسمع إلى ما دخل إلى المسجد ووجد جماعة قائمة يعومها هذا الإمام؟ على كل حال نحن نقول بأنه إن لم يبالغ في القنوت ولم يطل إطالة كبيرة فلا مانع من الصلاة خلفه، ولو كان يعلم بأنه يقنط. الله أعلم. نعم. ماذا؟ كيف يقول؟ على كل حال حساب يبتدي من نهاية عمران ذلك البلد إن كانت البلدة صغيرة، أما إن كانت البلاد واسعة، مثلا يمتد العمران لعشرين كيلو أو نحو ذلك، فهاخذ من تلك المحلة، يبتدي من تلك المحلة التي هو فيها. هذا الرأي ذهب إليه الإمام الخليلي رحمه الله، وهو الصواب عندي. نعم. نعم، الصلاة بين أذان المغرب والإقامة. كيف يقوم يصلي بين الأذان والإقامة؟ لا مانع من ذلك، يصلي ما شاء. نعم. حقيقة لو شوية تنزل هذا سوي صدى في الصلاة لم أفهم، أنت قريب ما يحتاج إلى هذا في الصلاة لكي تنزل، هل نزل في قراءة القرآن في الصلاة أم في الرجوع والسجود؟
ماذا هذا تقصد في الفرائض ولا في النوافل؟ تارة يكون الإنسان إماما ولا ينبغي له أن يطيل في هذه الحالة، لأنه قد يكون هنالك خلفه الكبير والضعيف وصاحب الحاجة وما شابه ذلك، فهذا لا ينبغي له أن يطيل. أما إن كان منفردا بنفسه فيرجع الأمر إليه، فتختلف الأحوال. تارة الإنسان إذا أطال القراءة وجد الخشوع، وتارة بخلاف ذلك، والله أعلم. المسافر إذا حضر صلاة الجمعة ماذا يمنيها وهل تلزمه؟ أما تلزمه لا تلزمه، لكن لماذا يبقى في بيته وينويها الجمعة؟ لأنه يصلي الجمعة ويسقط عنه فرض الظهر. يقوم وياتي بالفاتحة التي سهى عنها ويسجد لسهوه ولا شيء عليه فوق ذلك. نعم. شيخ بعض العلماء يقولون طلاق فتح الحيض، بعضهم يقولون أن النهي يدل على فساد المنيعة، فما حجتهم في ذلك؟ نعم، فما حجتهم في ذلك؟ على كل حال الحجة كما قلت لك الدليل، نبحث عن الدليل، فالدليل قد دل بأن الطلاق في الحيض واقع، وما دام الدليل قد دل على ذلك فلا كلام في ذلك. على أنهم هم قالوا بأن هذا النهي ليس عن ذاته، ليس عن ذات الشيء، ليس نهيا عن الطلاق، لم ينهى عن الطلاق مطلقا، وإنما النهي عن الطلاق في حالة تلبس المرأة بالحيض، وهي صفة تنفك، تارة تكون المرأة في حالة حيض وتارة تكون بخلاف ذلك. لكن نحن على كل حال نتبع الدليل، وقد وجدنا الدليل يدل على أن الطلاق واقع. قد تكلمت على هذه المسألة في سؤال أهل الذكر، فلا أدري هل سمعت ذلك أو لا. نعم. أعذروني أن نختصر الإجابة كثيرا لكثرة الموجودين. اترك هذا وتكلم بدوني لأن الصدى. نعم. المستدرك يأتي بالاستعادة عند أول قراءة يقرأها، فإن دخل في الركعة الثانية مثلا وأراد أن يقرأ الفاتحة في ذلك الوقت فإنه يأتي بالاستعادة في ذلك الوقت قبل أن يقرأ الفاتحة، وليس عند قضاء الركعة الأولى التي قد فاتت. هذا هو الراجح، والعلم عند الله. نعم. نعم. هذه إن صح ذلك الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فعلى العين والرأس، لا كلام بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث يحتاج إلى شيء من النظر، وإن كان قد قال به من قال، فإن ثبت الحديث لا كلام في ذلك إلا السمع والطاعة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه المسألة حقيقة تحتاج إلى بحث، وليس هنالك دليل فيها، خلاف مشهور بين أهل العلم، وليس هنالك دليل نص من كتاب أو سنة، وإنما قال بعض العلماء بهذا الرأي وقال بعضهم بذاك، وحتى أدرس المسألة دراسة وافية إن تمكنت من ذلك لا أقول شيئا. نعم. نعم، عندما يشرع الإمام في الخطبة، بل قبل أن يشرع عندما يشوف الإمام قد تهيأ يقطع ذلك الدعاء حتى لا يتكلم الإمام يخطب.
نعم. قضية الشيخ، امرأة وضعت مولودا ولكن بدون خروج الدم، هل تغتسل أم تنتظر مثلا لعملية أو ما شابه؟ لكن لم يخرج شيء من الدم أبدا؟ هذه واقعة هكذا؟ سمعت السؤال. على كل حال الله أعلم، الله أعلم. قبل هل يمكن أن يقع هذا أو لا يمكن؟ نعم. لكن على هي المرأة طاهر فيما يظهر، لأن لم عن أن لو قلنا هكذا، إن لو قلنا بأن هذا يحدث، لأن لم يخرج شيء منها. يكرر في ركعة واحدة أو في ركعات؟ نعم. في ركعة واحدة أو في ركعات؟ لا، في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. ومن حيث الجواز جائز، لكن لماذا يكرر؟ للتسبيح، يعني إذا كان أخطأ في المرة الأولى. على كل حال من حيث الجواز جائز، لكن ينبغي له يأتي في الركعة الأولى بسورة وفي الركعة الثانية بسورة أخرى، لكن من حيث الجواز جائز. نعم. على كل حال البخاري كان يشترط اللقاء بخلاف مسلم، فهذا هو أشد. أما المسلم لا يشترط، إنما يشترط إمكان اللقاء من هذا الباب. نعم. وكما قلت اعذروني على الإطالة، نجيب بمختصرات أو بأجوبة مختصرة. نعم. هل يصح الدخول مع الإمام تجاهل الخير؟ على كل حال في هذه المسألة خلاف، فبعض العلماء يقول لا يصح، لأنه لم يبقى شيء إلا التشهد، لم تبقى ركعة، والحديث من أدرك ركعة. وبعض العلماء أخذ ذلك من طريق العموم وقال يدخل، فما وجدتم فصلوا. نعم. ما يقول وجد مصحفين وكتب عليه وقف المسجد كذا وكذا، هل يحق عليه أن يفتح المسجد ثم يستركه؟ لكن لماذا؟ قد يأتي غيره يريد أن يقرأ في ذلك المصحف ولا يجده، فيشتري هو مصحفا لنفسه إذا كان يريد أن يقرأ خارج المسجد. نعم. فضيلة الشيخ، ما الحكم بالصلاة بعد زوال الشمس؟ إذا زالت الشمس لا، ليس هنالك إشكال. لا، يوم الجمعة مستثنى من النهي، لكن النهي في وقت الزوال وليس بعد الزوال. أما إذا زالت الشمس انتهى الأمر. نعم. ما حكم لبس الساعة أثناء الصلاة ومن نسي فتذكرها؟ أما إذا كانت من ساعة من شيء من أنواع النحاس أو كما ورد النهي الآن مثل الشبه، شيء من الأنواع هذه التي ورد النهي عنها، أو أنها قيست على ذلك، فكان عليه أن يخلع تلك الساعة من يده ويواصل صلاته. نعم. ما هو الراجح عندكم في الخلع والطلاق؟ الذي تميل إليه نفسي أن الخلع فسخ وليس بطلاق. نعم. ما جاء في التعليق من يد عبارة فلان يرفع المواسيق جرحا؟ على كل حال الحديث تارة يكون متصلا وتارة يكون غير متصل، يكون مرسلا أو منقطعا أو معضلا أو ما شابه ذلك، يعني يسقط راوي أو أكثر من الرواة. قد يكون هذا الراوي يأتي بعض الرواة فيصل تلك المراسيل، فإن تبين بأنه يصل تلك المراسيل من طرق ليست بصحيحة فترد رواياته،
أو تبين أنه يوهم الآخرين أو ما شابه ذلك. نعم. عليه من سهى عن الركوع وتذكر في السجود عليه أن يقوم ويركع ثم يقوم من الركوع ثم يسجد مرة أخرى. نعم. الحديث على ظاهره ذهاب أهله ذهاب اسمه ذهاب أهله ذهاب العلماء موت العلماء على ظاهره. نعم تفضل. أولا عندما تسأل عن صحة حديث أو ثبوت حديث لا تقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي بعبارة توهم الثبوت وعدم الثبوت عما يروى أو ينسب أو ما شابه ذلك. نعم الله أعلم، أنا لا أحفظ بأن هذا إسناد هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق تصح، فإن كان هنالك إسناد فيحتاج إلى مراجعة. نعم. لا أحفظ بأنه ثابت هذا، لكن على كل حال مثل هذا يحتاج أن يراجع. نعم. أي نعم، السنن تصلى في المنزل، هذا الأفضل، وهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، السنن الراتبة تصلى في المسجد تصلى في المنزل. نعم. تحريم ماذا؟ على كل حال كما قلت لك من قبل بأن الإنسان عليه أن يلتزم بالدليل عالم الحكمة أو لم يعلم ذلك. أما الحكمة فقد ذكرها بعض العلماء، بإمكانك أن تراجع ذلك، لكن على كل حال ما دام الدليل ثابتا فهذا هو الذي نعتمده وناخذ به ونسلم له تسليما. فكون الشيطان يسجد مع الشمس عند غروبها وعند طلوع، أما ليس الشيطان، كون الكفار يسجدون لذلك، فأظن هكذا قيل، بإمكانك أن تراجع، لكن على كل حال النهي في هذه الأوقات ثابت ولا إشكال فيه. أما العلة بإمكانك أن تراجعها. نعم. ما معنى إصطلاح حديث المعقول مجود؟ يعني مجود جوده بعض العلماء، لكن الحديث ليس بذلك القوي، جوده بعض العلماء، مثلا جاء المنذري فقال عن هذا الحديث جيد، فيأتي شخص يحكي ذلك لكن لا يلزم أن يعتمد ذلك هو. نعم. لا لا، إذا جاء الأمر بعد شيء فإنه ينظر إلى حالته، إلى حالة الأمر فيما قبل، فإن كان الأمر قبل الحظر واجبا فيرجع إلى الوجوب، وإن كان قبل الحظر ليس بواجب فيرجع إلى ذلك ويكون ليس بواجب. العبرة هذا كالتقييد لذلك، فيرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك النهي.
أما إن كان هذا النهي لم يسبق بأمر أصلا، نهي عن شيء ثم أمر به ولم يسبق بأمر سابق، فالأمر ها هنا للوجوب. أما إن كان مسبوقا بأمر سابق ثم علق ذلك نهي عنه لأجل علة أو لأجل أمر أو ما شابه ذلك، فيرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فإن كان واجبا قبل النهي فهو واجب، وإن كان مندوبا فهو مندوب. نعم. ما حكم القائم للصلاة ويجاب على خطبتين؟ على كل حال هذا منهي عنه بنص السنة. لماذا يفعل ذلك؟ فليتوب إلى ربه، فإن تمكن من تأدية صلاته ولم يخرج منه خارج فانتهت أو يقال بصحة صلاته. أما إن لم يتمكن ذلك من ذلك فكان لابد من إعادة الصلاة. أما إن تمكن مسك نفسه وتمكن فكان صلاته صحيحة. نعم نعم. بإمكانك أن تراجع شرح الجامع، شرح الجامع نعم. شيخ نقل لكم إماما صاحب الأعذاب لغيره، فأيهما أولى؟ كيف؟ صاحب الأعذاب إماما لغيره. صاحب العذر إذا كان عذره صحيحا فلا مانع من الاهتمام به، لكن الأولى أن يكون الصحيح هو الإمام. نعم. علي قضاء صلوات كثيرة، إذا أقضيها من حيث يعني يرتب الصلوات لم يعني الإتمام والقصد، لأنه هو في السماء الذي أمر بقضاء صلواتنا سافر. يحاول حسب طاقته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يحاول يتذكر. نعم. نسي إذا تعلم الإنسان القرآن وحفظ القرآن ثم نسي من غير عذر شرعي، يعني ليس هنالك له عذر شرعي من مرض أو نحوه، هذا هو المراد. نعم. الله أعلم، شو رجع إلى شرح الجامع. نعم. تحتاج هذه إلى كلام طويل وليس هذا الموضع يصلح لذلك. نعم. الأولى والأسلم للإنسان أن يأخذ بما وجده في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتعدى ذلك. نعم. كيف يقول مرة؟ نعم. لا، لابد من حلق الرأس كله أو من تقصير الشعر كله. على كل حال لا داعي لذلك ولا داعي للذهاب إلى ذلك الموضع. أنا لا أحفظ شيئا. نعم. شيخ إذا ورد أمر ونهي في الموضع الواحد هل فعل ذلك الأمر يعسر الأدفاع المنتفعة من ذلك الأمر؟ كيف؟ إذا ورد أمر ونهي في موضع واحد هل إذا فعل ذلك الشخص أدم أو يعتم منتفعا؟ مثل كيف؟ إذا له الصلاة أو المقصود. نعم.
هل يعد ممتثلا؟ ولماذا يصلي في الأرض المغصوبة؟ لا يصلي في الأرض المغصوبة. نعم، ماذا سينظر إليه أخوه المسلم الذي غصبت أرضه بالقوة عندما يأتي هو ويؤدي العبادات فيها؟ على كل حال، نعم. شيخ، هل دون صحة الصلاة على الميت على دعاء الإذن على الفقر بعد أن يكون مباشرة؟ على كل حال، إذا كان كأحد من أهل العلم أو ما شابه ذلك، فكان ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر. كيف؟ المشهور، الرأي المشهور الذي عليه الجمهور، وهو الذي دل عليه الحديث. هي ما نقول قواعد الفقهية هي حجة، ولكن القاعدة كالضابط لبعض المسائل التي تندرج تحتها، فليست القاعدة الفقهية هي الحجة، وإنما هذه ضابط لذلك، قد تستثنى منها بعض المسائل، وقد تكون شاملة لكل مسألة من المسائل التي تندرج تحتها. نعم. نعم، كيف؟ ذهب إلى المسجد والإمام يخطب، هل له أن يتحدث في الطريق إلى المسجد؟ قالت يسمع للخطيب يخطب. نعم. يذهب ويسقط. نعم. ما صحة الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب الله قوم أمين؟ لا، هذا ليس بحديث، هذا ليس بحديث. نعم. كيف؟ لا أدري معنى ذلك بأنهم لا يتمكنون من الصلاة في المسجد بسبب ترميمه وصيانته وما شابه ذلك، فلا مانع، لابد أن من الصلاة في مكان يجمع الناس، فإن صلوا في هذا المكان سواء كان أخذوه بأجرة أو كان مما يملكه بعضهم. نعم. نعم. ما حكم من دخل المسجد في وقت من الأوقات المحرمة وجلس؟ هل يلزمه؟ لا، إذا الأوقات المحرمة يجلس ولا شيء عليه. نعم. أي نعم، يخرج عن جميع السنوات السابقة وليتوب إلى الله من تأخيره. نعم. لا إله إلا الله، من حرم شيئا حلالا فعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، وقد اختلف العلماء في وجوب الكفارة عليه، والذي تميل إليه نفسي بأنه ليس عليه كفارة، هذا إذا كان تحريما لغير الزوجة، أما بالنسبة إلى تحريم الزوجة فيختلف عن ذلك. نعم. إذا كان خلف المسجد فلا إشكال، لا بأس بذلك. نعم. إذا
اختلفوا في وجوب الكفارة عليه. أول عليه أن يتوب إلى الله وأن يقضي تلك الأيام التي لم يقضها من قبل حتى جاء رمضان من السنة الثانية. عليه أن يتوب إلى الله وأن يقضي تلك الأيام التي عليه. واختلفوا في وجوب إطعام مسكين، هل عليه أن يطعم مسكينا عن كل يوم؟ والصحيح عندي أنه لا يلزمه ذلك. سجود السهو لا نستطيع أن نقول قبل التسليم أو بعد التسليم، لأن بعضه قبل التسليم وبعده وبعضه بعد التسليم فيه تفصيل. كان مثلا ترك التشهد الأول فيسجد قبل التسليم، لكن لو زاد مثلا ركعة أو زاد الفاتحة أو زاد شيئا في صلاته فيسجدها هنا بعد التسليم، إن كان عن زيادة بعد وإن كان عن نقص قبل. وأولى من ذلك نقول عليه أن يبحث عن المواطن التي ورد فيها الدليل ثم يأخذ به، سواء كان ذلك الدليل قوليا أو فعليا. فإن لم يجد شيئا فإن كانت له قدرة على إلحاق ما لم يدل عليه الدليل بما دل عليه الدليل صنع ذلك، وإن لم تكن له قدرة فإن أخذ برأي من يقول ما كان عن نقص فيسجد له قبل التسليم وما كانت عن زيادة فيسجد له بعد التسليم، فلا حرج عليه إن شاء الله. نعم. لا، نحن رجحنا وذكرنا أكثر من مرة بأن الصلاة لا كفارة فيها، لكن عليه التوبة وعليه القضاء. ما صحة رواية كيف؟ الله أعلم. نعم. كيف؟ معلوم أن صلاة الجنازة لها كم يكبر المصلي، كم تكبيرة وكم وماذا يقرأ، فإن زاد هذا. على كل حال العلماء خلاف، بعضهم يقول بأن صلاة الجنازة لا يزاد فيها على 4 تكبيرات، ومنهم من يقول بأنه لا مانع من الزيادة. الله أعلم حقيقة، هنالك بعض الأدلة يؤخذ منها مشروعية الزيادة، لكن لماذا الأحاديث كثير، الأحاديث التي دلت على 4 لماذا لا يعمل الإنسان بها؟ أولا هو المشهور، ثم مخافة إحداث البلبلة بين الناس، وهنالك قد يظنه بعض الناس سهى وقد يظنه بعض الناس خالف كذا، ولا سيما إذا كان من طلبة العلم ونحوهم، فعلى كل حال هذه أمور لابد من ملاحظتها. نعم. 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 كيف؟ يحاول يكمل صلاته، إن كان يستطيع أن يخشع في صلاته فليكمل صلاته. نعم. أولا عليه أن يتقي الله ربه، فهي أهم شيء، تقوى الله تبارك وتعالى، مراقبة النفس هذا أهم شيء، فإن اتقى الله سبحانه وتعالى ذلت له الصعاب. وبعد ذلك عليه أن يطلب العلم لله، والواقع أن هذا داخل تحت تقوى الله تبارك وتعالى، كل شيء من أعمال الصالحة داخل في ذلك. عليه أن يجد وأن يجتهد في طلب العلم النافع، وعليه أن يسأل أهل العلم كيف يطلب العلم، ماذا يقدم وماذا يؤخر،
تارة تجد الطالب الصغير مثلا يقرأ في شرح القاموس أو في شرح النيل أو في شيء من الكتب الكبيرة وهو لم يقرأ حتى التلقين أو لم يقرأ حتى شيئا من المختصرات. على كل حال نتوقف في هذا الموضع ونشكركم جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.